السلام عليكم الأصدقاء، كي داير لاباس عليكم؟ اليوم غادي ندير معكم إن شاء الله تحدي أسرع ملفاي تقدر توجدوه في الدار. الكريم باتيسيير غناخدو كاس ديال العنبة عامر بالسكر سنيدة، غادي نكبو عن نص ديالو في الكسرونة، النصف المتبقي غادي نزيدوه على صفار بيضة، غير الأصفر ديال البيضة، في إناء آخر. غنزيدو عليه كاس، جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان ديال الحليب، ونديروه يغلي فوق النار. غنحركوه مزيان ونخليه يغلي. جوج كيسان ديال الحليب، نص كاس ديال سنيدة. في البول ديالنا الاخرى غنزيدو كاس ديال الحليب مع صفار البيضة ونصف الكاس ديال السكر اللي كانت بقى لنا من المره الاولى. غنضيفولو النشا مايزينا الى عندنا، الى ما متواجداش غنديرو الفرينه ملعقه واحده. غنخلطو هاد الخليط مزيان، من بعد ما خلطناه مزيان الاصدقاء غنضيفوه على الحليب ديالنا اللي كان غادي نضيفو شويه ديال الحليب اللي كان يغلي، نضيفوه على هاد الخليط. ضفت ملعقه من الخليط الساخن، الحليب الساخن على الخليط البارد، ونخلط مزيان اصدقاء. نحاول نخلط مزيان باش شنو، باش ما يطيب ليش البيض، حيت الا ما خلطتش مزيان في هذه المرحله لا تكونوا تاكلوا الميلفي غتجيكم بحال هكا دي بتي مورسو، غتجيكم للسان ومزعجه. يعني من بعد ما تجمس لينا الخليط الدافئ مع البارد غنكبوه في الكسرونه ديالنا وهو فوق النار كيغلي، اكيد مع التحريك المستمر. بعد ما غلى مزيان وعقد لينا الخليط شويه اصدقاء نضيفوه لواحد الاناء كبير يكون بارد باش دغيا يبرد لينا، ونزيدو له فانيليا. انا فانيليا ما بغيتش نديرها في الاول لان شحال ما درتها متاخر كيطلق الريحه ديالها احسن. نخلطو مزيان ونفوتو المرحله الثانيه. المرحله الثانيه اصدقاء نضيفو لها 50 غرام ديال الزبده، مارغرين او زبده المتواجد اللي راه تلقاوها برا في المحلات، وهذا راه عاده ما تكون مارغرين، لان مارغرين اول شيء اقتصاديه، ثانيا الزبده فيها واحد النسمه تقدر تغير لك المذاق ديال الكريمه ديالك. خلطو مزيان اصدقاء حتى تجانس المارغرين ديالنا او الزبده ديالنا. الا كانت النوع المشي 100% حيواني وما فيهاش الريحه ماشي مشكل الا استعملتها اصدقاء، او استعملوا مارغرين او اي نوع زبده مفضل عندكم. تخلطوها مزيان مزيان، صافي نغطوها بالبلاستيك الغذائي اصدقاء. كما لاحظتوا راه السطح ديال البلاستيك راه قايس الكريمه، والسر في هذا الشيء هو ان باش ما تكونش هذيك القشره اللي الا تكونات غادي شي شويه مزعجه في الكريمه، باش تكون هكا ما فيها حتى ديفو وتكون رطبه ضروري من هذه العمليه. صافي ندخلوها الثلاجه تبرد ونفوتو نوجدو ان شاء الله من الفي ديالنا. نذكركم اصدقاء بلي هذا راه فيديو تحدي اسرع ملفاي ممكن تحضريه في الدار. لاباد فويتي عندنا للاسف هذا الحجم، حجم واحد، تركيا كامله فيها نفس الحجم، ماشي بحال فرنسا. فرنسا كاين حجم واحد ديال لاباد فويتي في تركيا، الناس اللي في فرنسا وبلجيكا واوروبا كاملين يتلاقاو لاباد فويتي لي غون طاي، حنا هادشي اللي كاين. المهم غندخلوها من بعد ما غنثقبوها بالفرشات غندخلوها الفران على نار هادئه باش تطيب. درجه الطياب انتم بغيتو يعجبكم الملفاي
طايبه شويه يعجبهم، انا يعجبني شويه طايب بزاف، على داكشي غنخليها واحد المده ونمشي نوجد الكريمه اللي غنديرها الفوق، حيت انا ما غاديش نستعمل الفوندون. كما قلت لكم الاصدقاء، انا في الخارج في السطح ديال الملفاي ما غاديش نستعمل الفوندون، يجي حلو بزاف، سبق ودرته ديجا وقال لك حلو بزاف، واصلا هذا تحدي اسرع ملفاي. الفوندو ياخذ الوقت، غادي ندير كريمه باستا كريماسي، بغيتو ديرو شانتي، المهم بغيتو ديرو فوندو اللي كاين دابا في المغرب ولا في اوروبا كاين بزاف اختيارات، هنا ما عندناش بزاف خيارات، كاين ثقافه مختلفه شي شويه. الوغ انا غادي ندير معاه كاس ما عمرش ديال الحليب ونص الباكيه، نص الباكيه اللي غنستعملها يعني 70 غرام ديال الكريمه. صافي، من بعد ما وجدت الكريمه ديال الاصدقاء نخليها تبرد في الثلاجه بما وجد ليا الملفاي. العجين مورق من بعد ما طاب الاصدقاء غندخلوه المجمد على الاقل ساعه على الاقل. من بعد ما وجد لي الملفاي وحطينا في المجمد شي ساعه ولا باش يسهل علينا الخدمه، وبردت الكريمه حطينا له الكريم باتيسير، سواء ديرو في بوشيات وتمشيو او بسباتول او معلقه او حاجه تكون مسطحه. المهم درنا الطبقه الاولى وزدنا لا كريم، درنا الطبقه الثانيه وزدنا لا كريم، وغادي نديرو الطبقه الاخيره بلا كريم ولا بالفوندون ولا الشوكولا البيضاء، المهم اللي عندكم، نشوفوا النتيجه النهائيه. الشكل النهائي قبل النهائي، قبل ما نقصوا اصدقاء زوقناه مزيان، درنا له لا كريم، واسهل طريقه هي هاد الكريمه، حيت الفوندو صراحه حلو بزاف، ملي درتو هنا بالفوندو قال لك حلو بزاف، مش بحال مولفين، الوغ بهاد لا كريم يجي زوين. دابا نقطعو ونرجع نوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي اصدقاء، الشكل النهائي اصدقاء، واش ميلفاي ولا ماشي ميلفاي، وهي كميلفاي باسرع اسرع طريقه. بالصحه والراحه.